يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا سائل من أوروبا، يقول إنه يسكن مع أهله في بريطانيا وجميع أهله عندهم الجنسية البريطانية، ولكن هذا الأخ عنده الجنسية الألبانية. سؤاله: هل يجوز لي أن آخذ الجنسية البريطانية لأجل ألا أواجه مضايقات؟ لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية الكفار، وهذا صدر فيه قرار من المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي منذ سنين، أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية الكفار، لأنه يسري عليه نظامهم ويخضع لنظامهم، ولا يصلح هذا. لكن يأخذ إقامة، لا بأس يأخذ إقامة، ما يأخذ جنسية لا. نعم.